ده مشوار. ده واكل. طب خد شوف ده. اخي ذوقك وحش. ومعانا المناديل والترابية والحرات. بقى دي تستاهل مناديل بقوية وحمار والمشوار ده كله. منزلك السوق منك ليه؟ حكم الزمن يا سعشوق. احنا زي الاهل يا خديجة. واختي مرزوق اختي ومرات مرزوق مراه اختي برضو. المرحوم غالي قوي. لا مكلبش في مهجتي. المرحوم؟ لا ايه انا دايما في الخدمة. اتاريك كل شوية تزحلقني وتقولي خديلك لفة في الزوق. ابين زين واضرب الرمل واشوف. ومعانا البطيستة على كل لون. لأيدكم تحت بند تلت برايس سلفة الانفار. ابين زين واضرب الرمل واشوف. مش هنا. امال فين؟ اقول لك. طب ما تقول. ابين زين واضرب الرمل واشوف. يا عاشور هات جنيه سلفة الأنفار. لا يا تغمك نص اهو ودي لكل واحد بريزه. هاتكم البلاوي جنيه سلفة للأنفار. افتح نفسي. عايز انت كمان. شكارة مليانة اسمنت لتمة عينها بخمسة تعريفة؟ ليه؟ هو أنا إيه؟ يا حتة بخمسة يا بلاش. ولا تزعل. اسمع. عايز كم عود حديد على عرقين خشب وليك عندي بريزة بحالها. يلا تقوي وخد بالك من العمال. عينيا الاتنين. يلا. ما هو بدري. تشكر يا اخ. وسط علينا السوق. الله يخرب بيتك. تطول لسانك هطول ايدي. وبادح كمان. الله. ايه اخذ الشيطان. اخذ الشيطان يا راجل. امال اخذ الشيطان كده. الف شكر يا فندم. خليك طويل البال شويه. حضرتك هنا من امتى؟ يا دوب. وانت بتعمل ايه هنا؟ تحقيق صحفي صغير. لا يا شيخ. وحضرتك هنا ليه؟ بابايا ابن حاس حضره العمده. ايه على فين؟ ماشي. لا ما يخلصنيش تروح. ماشي ثانية واحدة. السلام عليكم. ركوب ملاكي. شي حط في عينك حصوة ملح. دم جوزك لسه ما بريتش في تربيته. واني ذنب ايه بس؟ قولي له عيب 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 ما يصحش. ايه هو اللي يعمل واجب يتعيب برضو؟ ازازة عطر وحردة بنفسجي لمرات مرزوق اللي بتقول عليه صاحبك. يبقى ده الواجب يا عاشور. من الحي يبقى بالميت. ايوه قولها كده بالمفتشر. الله ما تتكلمي يا رئيفي. قولي لها مفيش حد له حكم عليك غير عقلك وقلبك ومصلحتك. مش تسيبنا في حالنا بقى يا اخويا. ما احناش قدك يا اخويا. ما احناش قدك. انت بتطرديني يا خديجه؟ طيب هاني هعرف شغلي معاك. ايه الهي ربنا يهدي واك يا ابن فطومي. ده هي تعتلن عليك يا حربايه. ابين زين واضرب الرمل واشوف. على فين يا سنيوره؟ بلقط رزقي. بتكلمي مين يا بت؟ ده سيد رجاله البلد. ربنا يبارك لك يا ابني. ربنا يبارك لك. ساغة هو بيري نفسك. ابين زين واضرب الرمل واشوف. ابين زين يا بتاعت الودع. تعالي يا اختي تعال. ولا عويس فطير مشلتت.
البيض، جبنا حلوم مع عسل ابيض وفوقهم ازازتين بيره يا ولد. كل ده من جيبك؟ عمرها ما حصلت. وما يحصلش ليه؟ فهمت، يكونش جاي لك واحد من الافنديه اياهم. حيدي انت اوي. يلا نجرت اللي قلتلك عليه، جاتكم البلاوي. هبش حديد دي ولا خشب؟ انت هادي انت، انا مش قلتلك تقص المقاصيص اللي عاملاك زي فازوغلي دي؟ ايه ده معلم؟ خد ده يمكن ينفعك. ليه يا ده معلم؟ خساره في جتتك. ايه؟ وبيقول ايه كمان؟ بالحب قلب الجدع مليان. اوه كذاب غشاش يا مغيث. الودع بيقول كده. بصي كويس. لكن خاين ملوش امان. هو الجدع ده غرضه ايه مني؟ فينك يا مرزوق تيجي تشوف بسلامته. الف رحمه ونور عليه، الف رحمه ونور عليه. هو مات؟ لا اتقتل، واللي قتله صديق غدار شايفه بنور القلب، طليق بيحوم حوالين الدار. يا مغيث يا مغيث يا مغيث. يبقى ظن في محل. قلب المؤمن دليله. هو ما فيش غيره. هو مين؟ ايه هو مين؟ ابن فطومي. يا شيخة اتقي الله، حرام عليكي. ابن فطومة مين؟ ابن فطومة مين؟ ما انت عارف اللي حوالين دارنا بيحوم. يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث. اصلا انا طيب ايه؟ اتفضلوا يا اختي جوه. تعالى. يا ساتر يا ساتر. راجل مبروك مكشوف عنه الحجاب. تعملوا ده؟ السلسله اللي في رقبتها مالها؟ عايزها باي طريقه؟ اسرق؟ مش ممكن، ده انت محلفني. اشتريها وما رضيتش. اتصرفي، هنرجعها تاني. ها يلا. حاضر. ابعتي لي الست الكبيره. حاضر.